السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المميزين وطلاب الأذكياء طلاب الشطار، إن شاء الله يا رب أعلى المعدلات ورافعين رؤوسنا ورسالكم بالعفات وبالسعيات المميزة، ونسمع الأخبار الحلوة أنه أنتم مو ممتحنين لا شفهي ولا نهاية السنة. ليش؟ لأنكم عفاء بالإنجليزي. موضوعنا اللي هو اليوم باسف بويز للصف الخامس الإعدادي بالوحدة السابعة. موضوع سهل، موضوع بسيط. باسف بويز يعني المبني للمجهول. المبني المجهول يعني شلون مبني المجهول؟ شغله تبناها على شيء مجهول، معناها شنو؟ يعني من تريد تسولف سالفه لصاحبك بس ما تريد تذكر من الفاعل، ما تريد تذكر من القام بالعمل. الفاعل شو تسوي؟ تغلس على الفاعل. قواعد مهمه وشغلات بسيطه لازم تحفظها وتركز بيها. طبعا اكو ملاحظه حيل مهمه، انه الازمنه للمبني المجهول تختلف عن الازمنه للجمل العاديه. قواعد الازمنه للمبني المجهول تختلف عن قواعد الازمنه للجمل العاديه وللتعابير العاديه. عندك شلون تعبر عن المبني المجهول؟ اول شغله واهم نقطه واهم فقره، تعرف زمن الجمله، تفتهم زمن الجمله. زمنها شنو؟ مضارع بسيط لو ماضي بسيط، مستقبل بسيط لو مضارع مستمر، ماضي مستمر مضارع تام لو ماضي تام. الازمنه وشغله انه الموضوع passive voice المبني المجهول يجي على سبع أزمنة، على سبع أزمنة وسبع قواعد. شوفوا بالتصوير واضحة؟ تمام. ثاني شغلة وأهم فقرة أيضا، الفاعل يطير. من تشوف الفاعل بالجملة يعني أول كلمة بالجملة الأصلية أطيرها. زين، أرجع النوب للنقطة الثالثة. شو يقول عندي؟ يقول المفعول به هنا شو يصير؟ يصير الفاعل الجديد. يعني أنت عندك زمن الجملة عرفته، طيرت الفاعل من زمن الجملة الرئيسية، دورت للمفعول به جبته صار فاعل. زين، الفاعل شو يحتاج؟ أي رئيس دولة يصير جديد يعين موظفين جدد، يعين ناس لوة، يعين موظفين وكادر جديد تابع لوة. إذا المفعول به شو يحتاج؟ فعل مساعد مناسب للفاعل الجديد. صار عندي فاعل جديد لازم أخلي له فعل مساعد مناسب. زين، الفعل شو يسوي له؟ الفعل يصير تصريف ثالث، والتصريف الثالث مثل ما نعرف لو قياسي بإضافة إيدي، لو شاذ حسب الأفعال الشاذة. مثلا أحمد فتح الباب. زين، أريد أسولفه بس ما أجي طالع أحمد، أريد أغلس على أحمد، لازم أقول الباب فتح، الباب فتح. بس من الفتح؟ ما ندري، المبني المجهول. في حالة الجملة المعلومة، جملة مبني المعلومة الأصلية جتنا منفي، تكون منفية في المبني المجهول. يعني من تسوي جملة مبني المجهول أيضا تكون نفي. زين، آجي زمن المبني المجهول يجي على سبع قواعد، سبع أزمنة: مضارع بسيط، ماضي بسيط، مستقبل بسيط، مضارع مستمر، ماضي مستمر، مضارع تام وماضي تام. قواعد الأزمنة للتذكير تكون هذه: فاعل زائد فعل مضاف إليه زائد تكمل. لكن هذا الأصلي، لكن عندي شنو؟ المبني المجهول شنو؟ مفعول به از ام ار، تصريف ثالث تكمله. لان انت لازم تعرف المفعول به ياهو، تعرف التصريف الثالث الفعل شلون تسوي تصريف ثالث، وشنو الفعل المساعده اللي تجيبه. اذا كان عندك مضارع بسيط تجيب له از ام ار، اذا ماضي بسيط تجيب له واز وير، اذا مستقبل بسيط تجيب له مي والكان، اي وحده منهم. اذا مضارع مستمر از ام ار زائد بينج، اذا ماضي مستمر واز وير زائد بينج، إذا مضارع تام has و have been، إذا ماضي تام had been، had been. هذا بالنسبة للزمن المبني المجهول، ما لي شغل بالزمن الأصلي، مجرد أستخدم منه الأدوات، أطير الفاعل، أعرف المفعول به، أسوي الفعل تصريف ثالث. أجل دحل الأزمنة، علي plays football every day، علي يلعب كرة القدم يومياً، من الفاعل علي. إذا علي أنا ما أحتاجه، طار علي. زين، المفعول به شنو؟ الشغله اللي صار عليها الفعل شنو؟ كرة القدم، علي يلعب كرة القدم. إذا أجي نزل فوتبول، نزلت فوتبول. زين، أنا الجملة الأولى، الجملة الأصلية، فاعل زائد فعل مضاف إليه إس زائد تكملة، هذه يا قاعدة من ذني القواعد اليازمة، تابعة لشنو؟ للمضارع البسيط، فاعل زائد فعل مضاف إليه زائد تكملة. زين، القاعدة مالت المبني المجهول تكون مفعول به از ام ار، تصريف ثالث تكملة. زين، نزلت المفعول به، شجيب له از لو ام لو ار؟ فوتبول كرة القدم، جمع لو مفرد؟
هي كرة واحدة، يعني شو تصير؟ مفرد شو خليها؟ از، خليت از لأن ام اي والار للجمع، إذا ناخذ از. ها هسه ايش ظل عندي؟ النو نزلت مفعول به، نزلت فعل مساعد مناسب، ايش ظل عندي؟ الفعل تصريف ثاني. شنو هو الفعل اللي عندي؟ هذا استخدمته وهذا استخدمته، هذا ظرف ما احتاج نهاية الجملة، ايش ظل عندي؟ طلع عندي بس الفعل ما استخدمته. الفعل شو اسوي؟ تصريف ثالث بلاي، شو يصير؟ بلايد نقطة. احمد علي يلعب كرة القدم، هذا مبني المعلوم، مبني المجهول ايش صار؟ كرة القدم تلعب، الان تلعب كرة القدم بس واسط منه؟ ما ادري. زين الجملة الثانية، the boy broke the window last night، الطفل كسر الشباك البارح. زين انا بدي اسولف لان الطفل اخوي، بس ما ارد اجيب طار الطفل شوك، لازم اقول الشباك كسر. زين شلون راح اسويها؟ اجي على الجمله، فاعل زائد فعل ماضي زائد تكمله يا زمن، فاعل زائد فعل ماضي زائد تكمله يا زمن، ماضي بسيط. زين قاعده الماضي البسيط تقول جيب مفعول به وخلي له واز وير وخلي تصريف ثالث، خلي تكمله. زين الفاعل ما اريده، هذا الفاعل ذا بوي، خلي هو اللي ما نحتاجه، احنا قلنا نحذف الفاعل. زين المفعول به يصير فاعل، ذا بوي بروك ذا ويندو، ذا بوي بروك ذا ويندو. طبعا اغلب الاحيان، اغلب الاحيان يجيك ذا زائد اسم، هذا يكون المفعول به. شوف هنا فوتبول جتني كرة قدم، لكن the window جت شباك اللي هو الفاعل المفعول به. زين اجي انزل the window، the window نزلت the window، هذا ايضا طيرت. من تكملها ايش خط عليها حتى تعرف الكلمات تنفرز عندك شنو؟ زين ارجع النوم، شنو اللي احتاج النوم؟ ظل عنده الظرف اللي يدل على الزمن وظل عنده الفعل، شو يقول؟ من نزلت المفعول به شو تجيب له؟ لو واز لو وير، واز للمفرد وير للجمع. زين المفعول به ذا ويندو الشباك مفرد لو جمع؟ شباك واحد، اذا اخلي له واز، خليت واز، ايش ظل عندي النو؟ يريد التصريف الثالث، وانا ما ظل عندي بس بروك ولاست نايت، لاست نايت الليله الماضيه وبروك يكسر. عوفك ان انا ما اعرف بروك شنو معناها، لاست نايت 100% اعرفها لان هي متكرره عندي من الاول متوسط للسادس اعدادي، معناها الليله الماضيه، اذا ما احتاجها خلي تولي، هذا ظرف. ظلت عندي بروك، التصريف الثالث لبروك شنو؟ حسب التصاريف الشاذه مو اضافه ايدي، تصير بروكن. وارجع انزل الظرف لاست نايت، ايش صارت؟ كانت الولد كسر الشباك الليله الماضيه، ايش صارت؟ الشباك كسر الليله الماضيه بس منو؟ ما ادري. زين ارجع الجمله الاخرى، رند كان نوت سيند ذا لتر، رند لا تستطيع ارسال رساله. اجي ادور على هذا الزمن، يا زمن من عدن، يا زمن بيكان، مستقبل بسيط مليون بالميه، يجي ول ومي وكان، انا كتبتهم بزمن المستقبل بالمبني المجهول بس ما كتبتهم بالزمن المبني المعلوم لان الفراغ بالسبوره ما يكفي، بس مي ول كان موجودات بالزمنين. زين هذا يا زمن زمن المستقبل، شو يقول عندي؟ يقول نزل مفعول به وجيب له مي ول كان حسب الموجوده، بعدين نزل له بي لان ذني تفعل مصدر، بعدين تصريف ثالث، بعدين تكمله. زين رندا انا ما احتاجها خلي تولي. زين ادور على التصريف المفعول به، رند شنو عندي؟ كان، بعدين فعل مصدر، بعدين التكمله، دائما المفعول به وين يجيني؟ بالتكمله. زين اجي ادور، كان نوت لا تستطيع، سند بمعنى ارسال، ولا تقول لي ما تعرف شنو سند، سند بمعنى ارسال. زين ايش ظلت عندي؟ ذا لتر، انا ايش قايل لك؟ المفعول به اغلب الاحيان شو يجيك؟ ذا زائد اسم، عندي ذا لتر هذه انا موجود، اجي انزل ذا لتر، هذه ايضا ما احتاجتها. زين ايش ظل عندي النو؟ قال لي جيب فعل مساعد مناسب للمفعول به، الفعل المساعد موجود عندي كان، كان نوت نفسه، اجي انزلها كانت، نزلت الشراد لها النو، لازم بعدها بي ضمن القاعده الاصليه، كانت بي
زين شغل عندي انه التصريف الثالث وكان انا استخدمت رن طيرته وكان ما استخدمته ودلت انا استخدمته ما ظلت عندي بس سنت سنت شنو التصريف الثالث ماله؟ سنت نقطة رند لا تستطيع ارسال الرسالة صارت الرسالة لم ترسل ما رسلت او لم تستطع الارسال ما رسلت زين هذا بالنسبة لمبني المجهول زين جاني صيغة المبني المجهول استهدف بصيغة السؤال شلون بلعب شوف صيغة السؤال دائما السؤال يجيك شنو فعل مساعد بعدين فاعل يجيك السؤال فعل مساعد فعل مساعد بعدين الفاعل اول شغلة اجي اسويها رجع الفعل المساعد بعد الفعل وكمل الجملة حتى ارتب الجملة حتى طلع الزمن الاصلي زين Do they use these coins in Egypt? هل يستعملون هذه النقود في مصر؟ هنا سؤال عندي زين انا لازم اقدم الفعل المساعد الفعل لازم اجيب هذا هنا وارجع هذا بمكانه بس بالاصلية من وجود do does did نعرفه من الثالث متوسط انه ذني من يجي سؤال وارد احوله الى جملة عادية لازم احذفه اذا احذفه ما غير شيء ارجع هذي use these coins in Egypt نقطة رتبت الجملة في حالة وجود do احذفه ما غير كل شيء does اذا حذفته اجيب اس للفعل did اذا حذفته الفعل سوي تصريف ثالث زين اذا اكو از وام وار ما احذفهم بس احولهم لكن الحذف على دو داز وديد زين هسه رتبت الجمله بهذا الترتيب الاصلي ببالي او كتبتها على الورقه مو مشكله زين انا رتبتها بهذا الترتيب فاعل زائد فعل مضارع زائد تكمله فاعل زائد فعل بدون اس زائد تكمله يا زمن مضارع بسيط زمن مضارع بسيط زين زمن المضارع البسيط يقول نزل مفعول به وجيب له فعل مساعد بعدين سوي تصريف ثالث حط له تكمل وين المفعول به هم يستعملون هذه النقود هم يستعملون هذه النقود شنو هو المفعول به اللي صار عليه الفعل هذه النقود اجي انزلها these coins نزلت هسه استخدمت these coins وذي حذفت اللي نقول احذف البعض ظلت عندي use وان ايجيبت في مصر لا تقول لي ما تعرف ان ايجيبت بس هاتش ابتدائي موجوده زين ظلت عندي مصر وعندي يستعمل use لازم شو اسوي؟ اجيب فعل مساعد مناسب هم يستعمل او هذه النقود نقود جمع لو مفرد اذا اجي بدي ارتبها نقود يعني مجموعه فلوس معناها مجموعه اخلي لها ار خليت ار بهاي الحاله زين اجي اسوي تصريف ثالث الفعل يوز اسوي يوزد سويت التصريف ثالث اذا اشخط عليه خلاص استخدمت شغل عندي بس ان ايجيبت انزل ان ايجيبت بهاي الحاله صارت هم يستعملون النقود في مصر النقود تستعمل في مصر الحد الان تمام زين بس استاذ اكو خلل بالجمله شنو هو الخلل انه الجملة الاصلية بالمبني المعلوم المدرس اللي انطاني السؤال كان جايبها بصيغة السؤال وانت حولتها للجملة العادية بصيغة خبرية وحليتها الصيغة الخبرية ظلت عندي خطوة شنو هي الخطوة اللي هو الحل النموذجي اللي لازم ينطي لازم اسويها سؤال مثل الجملة الفوق شو اسوي بس اقدم الفعل المساعد على الفاعل تصير are these coins used وكمل الجملة question mark صارت عندي جملة استفهامية بالمبني المجهول حليتها على جملة استفهامية بالمبني المعلوم يعني إذا جتك الجملة استفهامية أول شيء رجعها خبرية وحل حتى تعرف زمن الجملة والمفعول به والتراتيب والتكلشة كلها مالت الجملة كاملة من طلعتين كاملة وحليت كامل وغيرت الأزمنة إيش ترجع بس تقدم الفعل المساعد الفعل انحلت عندك الجملة بشكل مباشر زين will the bank send the card next week وانا ما اعرف شنو معنى الجمله بس اعرف انه will فعل مساعد بس اجي اقدمها اقول the bank will send the card
next week. سويتها جملة خبرية، جملة استفهامية سويتها جملة خبرية زين. فاعل زائد will زائد فعل مصدر زائد تكملة. هذا يا زمن. عاد أدور فاعل زائد will زائد فعل مصدر زائد تكملة. هذا يا زمن زمن المستقبل. قاعدته بالمبني المجهول شنو؟ مفعول به زائد فعل مساعد زائد بي زائد تصريف ثالث زائد تكملة. أجي نزل المفعول به. The bank هذا فاعل، إحنا قلنا الفاعل نطير وما نحتاجه. زين. Will فعل مساعد. Send فعل مصدر. فعل مساعد وفعل مصدر. إيش ظلت عندي؟ مثل ما نعرف لازم تكون عندي المفعول به بل تكملة. زين أجي أدور. The card نفس اللي أنا قلت إنه ذا زائد اسم. أجي نزل the card. نزلت the card. هذا بالشطرة الأول أجيب له فعل مساعد نفسه وال. بهالحالة شو استخدمت؟ استخدمت وال واستخدمت the card. ظل عندي next week اللي هو الأسبوع القادم، وظلت عندي send اللي هي إرسال. زين شو يقول؟ يقول نزل لها بي، لأن هاي الأفعال لازم يتبعها مصدر، أنزل لها بي. شو يرجع يقول لي النوب بالقاعدة؟ الفعل تصريف ثالث send تصير send. زين التكملة مالتها أنزلها هي هي تصير next week نقطة. زين هل يستخدم، هل البنك سيرسل البطاقة الأسبوع القادم؟ وأنا إيش قايل؟ قايل البطاقة سوف ترسل الأسبوع القادم. زين هو منطيني جملة استفهامية ورايد من عندي أحلها مبني المجهول، يصير أحولها جملة خبرية وأحلها؟ لازم أحل نفس الطريقة. إذا شرجع أسوي بس أقدم وال على ذكار وأكمل الجملة question mark حتى صار عندي جملة استفهامية بالمبني المجهول، صارت حل الجملة استفهامية بالمبني المعلوم. يعني جتك جملة مبني المعلوم منفية أحل منفية بزمن المبني المجهول، جتني استفهامية أحولها خبرية خطوة وارجع أحل وارجع أحولها استفهامية وانطي حل نموذجي. شلون ما تجيك الجملة حل نفسها، بس إذا عندك جملة استفهامية حتى ما تغلط، حتى ما تغلط حولها خبرية حتى تميز زمن الجملة. لأن أهم فقرة قلت لك تعرف زمن الجملة شنو. أول كلمة دائما بالجملة أحذفها لأن هاي الفاعل حي على الصلاة، أحذفها مباشرة. ثاني كلمة تكون هي الفعل لو الفعل المساعد. الأفعال المساعدة أنت تعرفها is, am, are, was, where, can, could, may, will, shall، هذا أنت تعرفه أكيد. زين إذا مو من ذني معناها هو فعل، إذا غيرهن معناها هذا فعل. يعني إذا مو فعل مساعد إذا هو فعل رئيسي، معناها هذا اشتغل عليه يكون تصريف ثالث. زين ما بعد الفعل راح يجينا المفعول به اللي اشتغل عليه. هذا المفعول به أجيبه ورا ما طير الفاعل، أجيب المفعول به أنزله أول شيء، أجيب له فعل مساعد مناسب، أرجع شو أسوي؟ الفعل اللي عندي فوق أسوي تصريف ثالث. شوف أسهل أزمنة إذا حظك زين وإذا أنت محظوظ أمك داعيت لك ليلة الامتحان إنه يعطيك مضارع تام لو ماضي تام. ليش؟ لأن عندك بين بس تنزلها بهذا المكان بس. شوف هذا وهذا هذا وهذا باس بارتسيبل تصريف ثالث، بس انزل بين بيناتهم. شو اسوي؟ اطير الفعل اجيب المفعول به تنحل مباشره الجمله. يعني اذا جتك جمله تام شوف ايش سويت، هنا فاعل هنا مفعول به هاز وهاب بين تصريف ثالث بتصريف ثالث، التكمله نفس التكمله يعني نفس الجمله. هذا اذا امك داعيت لك، اما اذا امك مو داعيت لك تورط واحده من ذن الجمل. هذا كل ما يتعلق بموضوع المبني للمجهول. اشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله في مال الله.